بحبك وبس وبيك قلبي حس، ولما تغيب أحن إليك وأحس بعنيا تدور عليك. بحبك وبس وبيك قلبي حس، ولما تغيب أحن إليك وأحس بعنيا تدور عليك. في كل الأماكن هواك فيا ساكن، من غير لا ولكن بقلبي اللي حس. بحبك وبس وبيك قلبي حس، ولما تغيب أحن إليك وأحس بعنيا تدور عليك. كلامك شغلني، بحبك وبسهر في ليلك أغني ومن غير ما أفكر. كلامك شغلني، ولو بدا عني أقول ياخد عمري، أقول ياخد عمري أشوفك وبس، بس أشوفك وبس، بس أشوفك وبس، بس بحبك وبس، بحبك وبس وبيك قلبي حس. ولما تغيب أحن إليك وأحس بعنيا تدور عليك. بتنده عليا عيونك لوحدك من الدنيا دي، اشوفها لو بعيد بتنده عليا، وهي اللي تقدر تخليني اسهر، وهي اللي تحكم وتأمر وبس، بس وتأمر وبس، بس وتأمر وبس، بس بحبك وبس. بحبك وبس وبيك قلبي حس، ولما تغيب أحن إليك وأحس بعنيا تدور عليك. شكرا شكرا. أستاذ شهاب حسني، ريكلام وتريد مارك على شرايط الكوكتيل. يعني انت عامل 7 ألبومات، 7 ألبومات، لكن في الكوكتيل مفيش كوكتيل يعني خيلي من شهاب حسني. ده انا بحس ان انا يعني مقصر، وبحس ان الناس مد يعني الاعلام ما ادانيش حقي، بحس بحاجات كتير. ليه بقى ليه كده؟ ما اعرفش، يعني بحس ان قدمت اعمال كتير حلوه في وقت من الاوقات، ونجحت مع الناس نجاح كويس. بعدين لما سافرت واختفيت لقيت ان حاجاتي مش يعني انت. طب استنى بس، انت تسعينات ابتديت امتى؟ يعني 93 ممكن تقولي. طيب 93 حلو. او مع حميد ولا مع مين؟ لا كنت مع، يعني كنت مع بهاء حسني.
اخويا. وكنا كده عاملين جروب كده، وكان صلاح الشرنوبي زياد الطويل، كنا كده مجموعة. الله، طيب ما حاجة عظيمة برضه. طيب والسبع ألبومات جم في الفترة من 93 لإمتى؟ ل 2000 2001 تعتبر. ما هي دي الفترة اللي كانت زي ما بيقولوا يعني الجولدن ايج بتاع الكاسيت. أنا سافرت بقى وقتها. رحت فين بقى؟ رحت بقى، سافرت بقى كل البلاد بقى، رحت بقى الإمارات والبحرين، ورحت تونس وأوروبا. لفيت أوروبا كلها. ما قعدتش. بتعمل ايه؟ بتغني؟ بغني. بتغني الريبرتوار بتاعك السبع البومات؟ السبع البومات واغاني طبعا، لازم، لان طبعا انا لما بغني في اي بلد لازم اغني اللون بتاع البلد اللي انا فيها. فبضطر ان انا اغني اغنيه مثلا مغربيه، اغنيه تونسيه، اغنيه لبنانيه، لازم اغني كل الاغاني. طب كنت بارع في ايه بقى في الحاجات دي؟ بارع في الخليجي. في الخليجي. ايوه. طب ايه كنت بتغني ايه؟ والله كتير، حاجات كتير، بس انا طبعا دلوقتي لو تقولي لي مش فاكر حاجه. مش فاكر ليه طبعًا. انت بطلت يعني؟ طب عملت التور ده وبعدين رجعت ايه 2000؟ بعدين رجعت بقى سنه، رجعت 2010، في نص 2010 11 يعني كده. قعدت 10 سنين بره؟ قعدت بره بقى، وجيت بقى لقيت بقى الدنيا بقى زي لا ما هي لا ما انت كمان ما تاخدهاش على صدرك قوي كده يعني، ان هي الناس عاملت فنك انت وحش. هو الفتره كلها اتغيرت يعني، حصل تغيير في كل حاجة. انت راجع كام؟ 2011؟ 2010 تقريبا. طيب يا عم ده ربع ساعة وراحت الثورة قايمة، هتطيض الناس ليه؟ لا يعني عاوز اقول لحضرتك يعني، حتى واحنا كنا في معمعة التسعينات كان الاعلام المصري يعني، احنا نجحنا في الاعلام المصري، كانت 3 4 قنوات 5 قنوات. اوكي. نجحنا بمجهودنا وفلوس كتير وبتاع. ولما كنا نيجي نقدم اعمالنا للتلفزيون المصري، اوكي، كان بياخدها بطريقه يعني ان كويس ان احنا يعني خدنا اعمالك. مع ان احنا كنا ساعتها بنكلف تكلفه عاليه جدا وقتها، غير النهارده القنوات مفتوحه وكل حاجه مفتوحه واي حاجه في اي حاجه يعني مختلفه تماما. فتعبنا عشان نعمل الاسم دوت ونعمل الشكل دوت، والاعلام برضو مهما كان برضو ما ادناش حقنا، لان كنا بنحس ان احنا انتوا كنتوا وظيفة. تعال نفتكر مع بعض يعني التسعينات دي، أرضكوا كانت الكاسيت، والناس كانت بتسمع الكاسيت أكتر ما بتسمعكوا في أي حاجة تانية، وزبونكوا زبون الكاسيت يعني. كنتوا بتطلعوا في الإعلام وبتعملوا. أنت عامل كام كليب؟ عامل كتير، عامل يعني السبع ألبومات عامل فيهم مثلا 12 كليب مثلا. مع مين ومين؟ كتير بقى، كل المخرجين بقى. أحمد مهدي، عادل عوض، الفيشاوي، كتير أسامي، أحمد الفيشاوي كتير أسامي. عاوز اقول لحضرتك، اوكي، احنا وقتها كاسيت كان هو المجال، الكاسيت. اوكي، يعني غير النهارده النت يعني، كل وقت ليه ايه، كل له ادان زي ما بيقولوا. كان هو بالنسبه لنا الكاسيت هو اللي كان ايه، اللي كان بينتشر مع الناس اكتر يعني. ايوه، ما هي الناس كانت قصدي في مردود يعني، يعني كان المنتج بينتج وبتنزل الشرايط كاسيت وفي حاجه مردود يعني. يا ريت يا جاي. لا بس يعني انا دليل انك قاعد النهارده معانا ومشرفنا في صحبه السعاده، الناس فاكراك، وانك لما يعني بنعمل احنا دايما نوع من الدراسه كده، لو احنا دلوقتي عايزين نفتكر شرايط الكوكتيل، وكنتوا بتعبوا شرايط الكوكتيل بايه، وايه النمر اللي كنتوا حريصين عليها، باسمك بيظهر، فانت لازلت في الذاكره. الحمد لله يعني، وزبونك وسميعك موجود، ما راحش في حته. الحمد لله يعني، لما بلاقي دلوقتي ناس احنا فاكرينك وفاكرين اغانيك بفرح طبعا لما بسمع الكلام. طبعا يعني انا عايزاك تشيل بس حته انك حاسه انك كده مقهور شويه، انك انت رحت غبت 10 سنين، نعمل لك ايه؟ لا انا لا، في عز الاعلام المصري برضو ما ادانيش حقي. في عز الاعلام المصري وفي عز نجاحي وفي عز مشهورتي ما ادانيش حق الاعلام. انت حاسس انك محقق كميه نجاح عاليه جدا، مش واصله، مش مترجمه في الاعلام. مش مترجمه في الاعلام، مترجمه مع الناس. طيب الكليبات اللي انت صورتها كانت الاعلام اللي مصورها التلفزيون المصري؟ لا لا لا، انا اللي مصورها. كله كان كله انتاج خاص. انت اللي عاملها؟ كله انتاج خاص، انا اللي عامل كل حاجه. طب اشهر كليب ايه كان؟ كتير يعني، مثلا نادم على اللي جرى مني. نادم على اللي جرى مني، نادم وانت بعيد عني، بعيد عني، نادم على اللي جرى مني، نادم وانت بعيد عني، بعيد عني. انا بعدك عدو ولا حبي تاني.
كان في انا فاكره كانت ايه بعد الوداع؟ وداع بوداع. وايه وداع بوداع؟ دي كانت حلوه برضو. دي من الاغاني اللي يعني عملت لي نجاح عريض قوي وشعبي وعملت لي فرقعه زي ما بيقولوا. صورتها؟ طبعا. انت ابتديت وقلبك باع، عندي انتهيت والحب ضاع. انت ابتديت وقلبك باع، عندي انتهيت والحب ضاع. وداع بوداع وإيه يعني، ما قلبك باع وودعني. وداع بوداع وإيه يعني، ما قلبك باع وودعني. لا عمر الشوق حيرجعني ولا عمري حقبل تاني تاني خداع. وداع 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 وداع. أغنية وداع بوداع من الأغاني برضو اللي حققت لي شهرة كويسة. والله في الحقيقة أغلبية الأغاني اللي عملتها الحمد لله نالت إعجاب الناس ولسه اللي جاي هيعجب إن شاء الله الناس اكتر. ان شاء الله. ونورتني، ربنا يخليكي. واتمنى انك يعني الغنوه اللي جايه تديني منها كده حته حصري. ده انا اتشرف عشان يعني ده انا مبسوط جدا النهارده ان انا قاعد مع حضرتك وسعيد، يعني مش عارف اقول صاحبه السعاده يا حبيبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك ويسعدك. شكرا. نورتني. شكرا شكرا.